الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتواصل وإياكم هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج رحلة مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد حلت كاميرا قناة صلاح الدين الفضائية في مصر المحمية، مصر الكنانة، وبالتحديد في مدينة القاهرة قرب الأزهر الشريف، إذ حضرت وجناب الشيخ والدكتور الداعية الإسلامي الموسوعي علي صالح الأزهري. حفظكم الله ومن عليكم بالخير وبالسعادة وعلى بلادنا وبلاد العراق فهي بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين. فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانه جل في علاه جعل في السماء بروجا وجعل في سماء قلوب أوليائه بروجا، فبروج السماء معدودة وبروج القلب مشهودة. شمس السماء تشرق وتغيب وشمس القلوب أبدا لا تغيب. إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. يا نبيا سمت بك العلياء وأضاءت بنورك الظلماء، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، نورك الكل والورى أجزاء يا نبيا من جنده الأنبياء. الله صل على سيدنا. وأحب أن أرحب بضيوفنا الكرام فضيلة الدكتور خميس العزاوي حفظه الله تعالى وحفظ إخوانه وكل من معه، ونحن سعدنا بهذه القناة الفضائية قناة صلاح الدين بمدينة تكريت، وهي مدينة عريقة جمعت الخير كله، وقد سعدنا بضيوفنا سعادة كبرى ونرجو الله لهم السعادة والتوفيق. جزاك الله خير جناب الشيخ على هذه المقدمة المباركة التي خرجت من هذا الفم المبارك، وفتح الله تعالى عليك فتوح العارفين. أمين جناب الشيخ. نحن في هذه الأيام المباركة أيام رمضان الخير والنور والبركة. قبل أن ندخل في رمضان له طعم في مصر العربية وفي الأزهر وكذلك في القاهرة المحمية، المعروف لا يعرف، لكن هل شيء من سيرتكم وعلى يد من درستم لكي يطلع المشاهد الكريم على هذه السيرة المباركة وعلى هذه الشخصية المرموقة؟ أكرمكم الله، شاء الله لنا أن
درف الأزهر القديم وأن نسعد بكبار العلماء الأجلاء، فشاء الله لنا أن نقرأ صحيح البخاري على الشيخ محمد الأحمدين وهو صاحب كتاب ضوء القمر على نخبة الفكر، قرأناه كاملا عليه وكان شيخا عالما صالحا رائعا، وشاء الله لنا أن نقرأ صحيح الإمام مسلم على الشيخ محمد نجيب المطيعي الملقب بالنووي الصغير ما شاء الله، كما شاء الله لنا جل جلاله أن نقرأ كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ما شاء الله على الشيخ أمين محمود خطاب السبكي وهو إمام للجمعية الشرعية، قرأناه عليه كاملا ما شاء الله، وشاء الله لنا أن نقرأ بقية الكتب الست على الشيخ علي حلوى وكان من كبار الصالحين ما شاء الله، كما شاء الله لنا أن نقرأ كتب النحو كمتن الأجرمية وقطر الندى للإمام ابن هشام وشذور الذهب وشرح الأزهرية على الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وكان عالما جليلا واستفدنا منه الكثير، كما قرأنا شرح ابن عقيل على شيوخ أجلاء هم الشيخ عبد الرحمن خليل، الشيخ طلبة سعدون، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ما شاء الله ما شاء الله، وشاء الله لنا جل جلاله أن نقرأ تفسير الإمام البيضاوي وتفسير الشيخ أبو السعود ما شاء الله وتفسير الجلالين مع حاشية الصاوي على شيوخ أربعة في كلية أصول الدين وهم الشيخ سيد أحمد الكومي وكان شيخا للمفسرين، والشيخ سيد أحمد المصير والشيخ علي خليل والشيخ عبد الرحمن عثمان رحم الله الجميع آمين يا رب، وشاء الله لنا أن نقرأ علوم المصطلح على الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف الذي علق على كتاب تدريب الراوي وقرأناه كذلك، قرأنا هذا الفن على الشيخ سيد الحكيم وكان إماما جليلا، وقرأناه كذلك على الشيخ سيد ندى وكان من الأئمة الكبار ما شاء الله، وأما في عالم الأدب فقرأنا الأدب على الشيخ عبد الفتاح سالم وهو ابن أخ الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله تعالى رحم الله الجميع آمين يا رب، فقرأنا الأدب عليه وقرأناه على الشيخ أحمد الشرباصي وشاء الله لنا أن نستمع الأدب كاملا على الأستاذ حسن سعيد الكرمي من إذاعة لندن، فقرأنا الأدب العربي كله عليه في 45 سنة ما شاء الله، في 45 سنة وهو قول على قول ما شاء الله، وقرأنا الكثير والكثير
ونسأل الله لكم مزيد التوفيق. آمين جميعا إن شاء الله. جزاك الله خير جناب الشيخ على هذه المعلومات وعلى هذه السيرة العطرة المليئة بالعلوم إن شاء الله والحكم، وهذه الموسوعة وأنت موسوعة إن شاء الله ربانية محمدية إن شاء الله إلهية. جناب الشيخ، نحن في رمضان المبارك، فلا بد من كلمة توجيهية لهؤلاء الذين قد كتب الله سبحانه وتعالى لهم أن يقفوا هذه الوقفة لكي يؤدوا هذه الفريضة الربانية التي كتبها الله سبحانه وتعالى للمسلم، والتي لا تأتي بالسنة إلا مرة. فكيف كان شهر رمضان زمان، وكيف هو الآن مع حضراتكم، وما هي الدروس والعبر التي يتلقاها الناس من أفواهكم المباركة؟ شهر رمضان المعروف لنا جميعا أنه هو شهر العبادة، وأن الله تعالى فرض علينا فيه الصيام. نعم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا شك أن الصوم عبادة من أعظم العبادات. ورحم الله أمير الشعراء حين قال: الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخضوع لله وخشوع. الله الله. فالصوم عبادة من أعظم العبادات، وقرب من أفضل القرب عند الله تعالى. نعم. وكنا في القديم نحتفل برمضان، وما زلنا نحتفل بالقراءة، بقراءة القرآن. لأن شهر رمضان هو عيد ميلاد القرآن الكريم. نعم. كنا دائما وما زلنا نسعد بتلاوة القرآن وبقراءة الأحاديث النبوية وبقراءة العلوم على اختلافها. ما شاء الله. هذا بالنسبة لشهر رمضان. وكل ما أرجوه من الناس الآن أن يحتفلوا بهذا الشهر، فأن يكثروا فيه من الخيرات، وأن يكثروا من الطاعات، وأن يكثروا فيه من العبادات، فعليهم بصلة الأرحام وبالعطف على الأيتام. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأحب أن أقول: إذا أردنا أن يرفع الله عنا البلاء فعلينا أن نكون عبادا لله مخلصين. ولذلك أنا كتبت أبيات وهي علاج للكورونا. هذه الأبيات لو تمسكنا بها لعشنا في سعادة ووئام. ما شاء الله. فقلت في هذه الأبيات: فمن الكورونا ما جرى يكفينا، فمن الكورونا ما جرى يكفينا، جاءت بليل وهو ليس بمقمر، مات الطبيب والمريض والذي صنع الدواء وبائعه والمشتري. إن الكورونا أدبتنا يا إخوتي، كن تائبا كن مخلصا لا تفتري، فالملك لله العلي وحده، هو خالق هو قادر لا تمتري. إن البلاء موكل بالمنطق، أزل البلاء بالتصدق واشكر. الله. حافظ على الصلوات في أوقاتها، أدم الدعاء للعلي القاهر. إن البلاء موكل بالمنطق، كن مخلصا كن تائبا لا تفتري. المسجد الأقصى أسير إخوتي ومحرروه من العدو الغادر. هذا ما يتعلق بعلاج الكورونا. فعلينا بالتأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحافظ على القيم، وأن نتخذ من شهر رمضان العبرة
وأن نتخذ منه الدروس، فرب كلمة واحدة لها تأثير في القلوب أكثر من وعظ الواعظين. ونشكر هذه الإذاعة أو هذه القناة التي أتاحت لنا هذا اللقاء، فنسأل الله تعالى أن يحفظ القائمين عليها، إنه على ما يشاء قدير. جزاك الله خير جناب الشيخ، إن شاء الله راح نأخذ هذا الفاصل ونعود إلى جنابك لمواصلة هذه الحلقة. نعم. فتح الله تعالى عليك فتوح العارفين. الله أيها الله. الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى بقوم قحطا نادى مناد في السماء: يا أمعاء اتسعي، ويا عين لا تشبعي، ويا بركة ارتفعي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه الحلقة الخاصة والمميزة مع حضرة وجناب الشيخ الداعية الإسلامي علي صالح الأزهري. جناب الشيخ مرحبا بك مرة أخرى. المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: صوموا تصحوا. كيف تكون هذه الصحة علاج للمسلم الذي يتردد عن الصيام؟ هنالك الكثير من الأناس الذين هم لا يصومون يتحججون بأمراضهم ويتحججون بأعذارهم، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الشهر فرصة، والمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وجه بأن الصوم على الرغم من أنه فريضة فهو صحة، والكلام لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عطر الكون بشذا عرف أريج المخلصين مسكا وعنبرا وعبيرا، وجعل ذكر المخلصين على ألسنة الناس وردا وآسا وبنفسجا وياسمينا وكافورا. فالورد قام الليل مبتهلا، خاف يوما عبوسا قمطريرا، والنرجس بكى من خشية الله لما يجد في الكتاب مسطورا. الله أكبر. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا. فالصوم عبادة من أعظم العبادات، وقد فرض الله الصيام على جميع الأمم الماضية. والصوم علاج للقلوب، فهناك أمراض كثيرة لا تبرأ إلا بالصيام. وصدق النبي إذ يقول: صوموا تصحوا. ونحن نعلم أن المعدة هي بيت الداء. وهذا المثل قديم عند العرب، يقولون: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. وهناك كثير من الأمراض سببها الإفراط في الطعام والشراب، ولذلك يقولون: سلامة البدن في قلة الطعام، وسلامة الدين في قلة الآثام، وسلامة الروح تكون بالصلاة على خير الأنام. اللهم صل على سيدنا. فعلينا بالصيام، فالصيام مع أنه عبادة وهو علاج لكثير من الأمراض، حتى أن كثيرا من الأطباء أخبروا بذلك. والصوم يهذب النفوس ويسعد الأرواح ويرقق القلوب. فإذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع. الله. والجوع ما إذا ألمه قد لزع. فعلينا بالصيام،
فهو عبادة وهو علاج لكثير من الأمراض، كما أن الوضوء مثلا علاج لكثير من الأمراض، فإذا غضب الإنسان وتوضأ فإن الوضوء يزيل ما فيه ما في صاحبه من المرض. ما شاء الله. جناب الشيخ، كيف يصل المسلم في صيامه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى من خلال أداء هذه الفريضة، وكذلك يصل إلى صيام جوارحه؟ كيف توجه جنابك للمحافظة على هذه الجوارح؟ هذا كلام جميل. لا شك أن الصيام أنواع. هناك صوم العموم، نعم، وهناك صوم الخصوص، نعم، وهناك خصوص الخصوص إن شاء الله. فصوم العموم هو الامتناع عن الطعام والشراب وبقية الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما صوم العموم فيتمثل فيما يلي: أن يصون لسانه عن الفحش وقول الزور. ونحن نعلم أن اللسان هو سبب في جلب الذنوب. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. الله أكبر. كما ينبغي على الإنسان أن يحفظ بصره عن المحرمات، وأن يحفظ سمعه عن المحرمات، وأن يحفظ بقية جوارحه. هذا هو صوم الخصوص، أن يصون لسانه عن المحرمات وأن يصون سمعه عن المحرمات كالتجسس، وأن يصون جميع جوارحه. وأما صوم خصوص الخصوص فهو ترك الهمم الدنية والإقبال على الله بالكلية. ما شاء الله. هذه هي أنواع الصيام، فعلى الإنسان أن يصوم لله تعالى وأن يقصد بعمله وجه الله تعالى، وأن يتخذ من الصيام العبر والدروس. ما شاء الله. الله يفتح عليك يا جناب الشيخ. من المعلوم والمعروف أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نرى كثير من الناس في شهر رمضان يطرقون أبواب الجيران من باب العطاء ومن باب الصدقات. ماذا ترشد جناب الشيخ للمداومة والاستمرار على هذه الصدقات وعلى هذا التعاون، خصوصا وأن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه تعالى عنه وأرضاه يقول: تصدق ولو برأس بصلة. هذا كلام جميل. أحب أن أقول: ينبغي على المؤمن أن يتخذ من شهر رمضان الفضيل العبر والدروس، ويكفيه فخرا أن الله عز وجل أنزل فيه أعظم كتاب وخير كتاب على أكرم رسول وأعظم رسول، إنه هو النبي محمد. فينبغي على المؤمن أن يجعل الصوم علاجا لروحه وعلاجا لقلبه وعلاجا لشهواته، فعليه أن يصوم لله تعالى مخلصا، وأن يكون عطوفا رحيما، فعليه أن يحسن إلى نفسه، وأن يحسن إلى أهله، وأن يحسن إلى جيرانه، وأن يتخذ شهر رمضان نبراس للخيرات. والقائل يقول: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا.
كما ينبغي على الإنسان أن يكون عطوفا حتى بالحيوان. نعم. فإن الحيوان يحس كما نحس، ويتألم كما نتألم، ويبكي كما نبكي، ولكنه يبكي بغير دموع. وتحضرني حكاية أنا حضرتها بنفسي. نعم. كان لنا إمام قرأنا عليه في كلية أصول الدين. نعم. الشيخ محمد أبو العيون. نعم. وكان رجلا صالحا ورعا ما شاء الله. هذا الشيخ قرأنا عليه التصوف، خرجنا يوما من باب الجامعة في سنة 1968 ما شاء الله، فرأينا عجبا، رأينا فرسا يحمل حملا ثقيلا، فساعدناه ودفعنا العربة معه، فرأينا الشيخ أبو العيون بيننا يساعد الحصان، وكان الشيخ وكيلا لكلية أصول الدين. فسمع صهيل الفرس فقال إنه جائع، وأخرج مالا وأعطاه لصاحبه وقال له اشتري له طعاما. فأنا قلت هذه الأبيات: بباب الجامعة فرسا شهدنا، فساعدناه حتى قد تعبنا. الله. فقال الشيخ وهو أبو العيون: صهيل حصانكم تعب وهون، فخذ مني وأطعمه الشعير، تنال الخير من رب قدير. الله الله. فقام صاحبه يبكي ينوح، فتبت توبة وهي النصوح، فإن الله يجزي المحسنين، وما ضاعت أجور العاملين. قرأنا هذا في كتاب مبين، ففي الكهف فخذ مني اليقين. فقال الفرس، ففرس قال شكرا للإمام، فأوصاكم بنا خير الأنام. الله رسول الله ملأ القلب نورا، أتانا بالمحبة والسلام. ما شاء الله. فأحب أن أقول أن الهدف من الصيام بعث الرحمة في القلوب، فينبغي على الصائم أن يكون رحيما، وأن يشعر قلبه الرحمة في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل عام. ولذلك كنت في درس في الجامع الأزهر، فقابلني جماعة وقالوا لي شيئا عجيبا. قالوا لي: رأينا قطا قد قطعت ساقه، سبحان الله، ينام في الطريق. أخبرنا عن مكان يبيع اللبن، فقلت لهم أنا أشتري. قالوا: لا، قصدنا وجه الله تعالى. لا إله إلا الله. قلت لهم: هو أخوكم في الحيوانية، والنبي يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكانوا ليسوا بمسلمين، فنطقوا بالشهادة. ما شاء الله، ما شاء الله. وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقلت لهم: النبي يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فقلت هذه الأبيات على لسان القط. قلت: أنا قط خلقت للكفاح، فأسعى نحو رزقي في الصباح، وأسعى لأجل أطفال صغاري، فينتظروني في وضح النهار، لهم أم مريضة يا رفاقي، فأخشى عليها من طول الفراق، رجال ضيفوني وخازلوني، فقطعوا ساقي هكذا كافؤوني، فصرت أمشي بلا ساق صديقي، فنمت في الطريق يا رفيقي، رزقت بالطعام وبالشراب. قرأت هذا في أم الكتاب. فعون الله دائم فلتعيه، مدام العبد في عون أخيه. بهذا القول قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بحب نبينا تحيا العقول. ما شاء الله. جزاك الله خير شيخنا الكريم،
وأيضا أخذنا الفاصل سريع مع حضرتك ما شاء الله وعلى هذه الله الكلمات يكلم. النورانية المباركة بشهر رمضان المبارك. فنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى جنابك شيخنا المفضل. طبعا. أيها الأحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا عنا بعيدا. فيما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته بالآخرة، يقضى لهذه الأمة قبل الخلائق ويخفر لهم المقحمات، وهو أثقل الناس ميزانا، ونزلوا منزلة العدول من الحكام، ويشهدون على الناس أن رسولهم بلغتهم. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة الكرام، وهذه الحلقة الخاصة والمميزة مع حضرة وجناب الشيخ الداعي الإسلامي علي صالح الأزهري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك من اسمك نصيب علي إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، وتحشر مع سيدنا علي إن شاء الله. آمين الله يكرمك. آمين يا رب العالمين. جناب الشيخ، علينا أن لا ننسى الأموات. المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: الميت كالغريق ينتظر دعوة من أهله أو من جاره أو من صديقه. أو كما قال المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، يقال أن الأرواح تأتي في مثل هذه الأيام المباركة إلى أبواب أهليها، أبنائها أو إخوانها أو ما شابه ذلك، فهي ترجو الدعاء وتلاوة القرآن أو ترجو الصدقات. فما هو توجيه جنابكم للصائمين في هذا الشهر المبارك من باب العطاء ومن باب كذلك الإنفاق للأحياء والأموات؟ الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أقول لكم إن الدعاء له تأثير كبير، فالدعاء ينفع الأحياء وينفع الأموات. الدعاء له تأثير في القلوب، ونحن نعلم أن الأرواح مختلفة في الماهية، يعني الحقيقة، فمنها العالية ومنها النزلة ومنها الصافية ومنها الكدرة ومنها الكريمة ومنها الرحيمة ومنها النورانية ومنها الظلمانية. وأكمل الأرواح وأفضل الأرواح روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحاب النبي. قرأت أنا في كتاب مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، يقول إن الإمام علي كرم الله وجهه قلع باب خيبر بيده وقال: والله ما قلعته بقوة جسدانية، الله الله، وإنما قلعته بقوة ربانية. ما شاء الله. ولا شك أن الصيام كما بينا له تأثير في القلوب وفي الأرواح. والله يستجيب الدعاء من الصائمين. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لا إله إلا الله. نعم ما شاء الله. ودعاء الصائم لا يرد أبدا. فعلينا أن نكثر من الدعاء، وأن نكثر من الدعاء للأحياء وللأموات. وأن نسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء. إنه على ما يشاء قدير. ولا شك أن الميت كالغريق، قالوا محتاج إلى دعوة صالحة من قريب أو صديق. فعلينا أن نكثر من الدعاء. وربنا سبحانه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيا الله
سربنا في سرب النجابة، وارزقنا يا ربنا التوبة والإنابة. آمين يا رب. وافتح لنا يا ربنا باب القبول والإجابة. آمين. يا من إذا دعاه المضطر أجابة. الله. يا من يقول للشيء كن فيكون. فعلينا أن ننتهز هذا الشهر الكريم، وأن نكثر من الدعاء، وأن نجعل الدعاء ديدنا لنا، وأن نجعل الدعاء نورا لنا نهتدي بالدعاء. فنسأل الله أن يقبل منا الدعاء. آمين. وأن يكشف عنا البلاء، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ القائمين على الفضاء، القناة الفضائية، قناة صلاح الدين، وأن يحافظ على القائمين عليها، وأن يوفق الدكتور خميس ومن معه، وأن يوفقكم جميعا للخير، إنه على ما يشاء قدير. جزاك الله خير جناب الشيخ، نحن وإياك إن شاء الله والمستمعين والمشاهدين الكرام في كل مكان. الله يكرم. شيخنا الجليل، المرأة، للمرأة دور كبير، وفي تهيئة الطعام وإعداد كل ما يحتاجه الصائم في بيتها مع زوجها مع أبنائها، لكنها حينما تقول أنتم قد ذهبتم بالأجور وقد أخذتم الحور وقد أخذتم المنازل العلا في الدنيا وفي الآخرة، نعم. أنتم لكم الحور العين، نحن ماذا لنا؟ نعم. فالكلام لجنابك. لا أحب أن أقول، الإسلام العظيم اهتم بالنساء، وأشاد القرآن الكريم بالسيدة مريم العذراء، أشاد بها القرآن، حتى قالوا إن الله جل جلاله لم يذكر اسم امرأة في القرآن إلا اسم السيدة مريم، هي أم سيدنا عيسى، نبي الله عيسى عليه السلام، التي حملت بقدرة الله تعالى وبقوله كن فيكون. فالقرآن أشاد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أشاد بالنساء وأوصى بالنساء خيرا، وأوصى بالنساء خيرا. وأنت تعلم أن المرأة إذا صنعت طعاما وأكل منه فقير فلها الأجر عند الله تعالى، وإذا قدمت شيئا فلها الأجر عند الله تعالى. ويكفي أن القرآن أشاد بالنساء، أشاد بالسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ونزل في حق امرأة ظاهر منها زوجها إنها السيدة خولة بنت حكيم أو بنت ثعلبة، ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، فنزل قرآن يشيد وكانت يشيد بها، وكانت لها فضل على النساء ولها فضل على الدنيا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات. ولذلك أنا قرأت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي ومعه رجل يقال له الجارود، فلقيته امرأة وقالت إيه يا عمر، أنا أعرفك وأنت صغير، كنت تلعب مع الصبيان في سوق عقاظ، ثم سميت عمر، ثم أصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر. لا إله إلا الله. فبكى أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال لها الجارود أبكيت أمير المؤمنين؟ قال دعها، أما تعلم من هذه؟ إنها خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله فيها قرآن، فكيف لا يسمع عمر قولها؟ الله. والله لو أوقفتني إلى الصباح لوقفت. إنها خولة بنت ثعلبة. والخلاصة أن القرآن العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن
النساء والقرآن رفع من شأنهن، وعلينا أن نتذكر دائما ما أخبر به القرآن المجيد في حق السيدة مريم، ويكفيها فخرا قالت فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، والقرآن تكفل بالدفاع عن النساء. ما شاء الله. جناب الشيخ الله يفتح عليك إن شاء الله، ماذا توجه للصائمين القائمين في العشر الأواخر من شهر رمضان للمحافظة على هذا الصيام وكذلك للمحافظة على صون اللسان؟ هذا كلام جميل. أحب أن أقول ينبغي على الصائم أن يتخذ من شهر رمضان دروس، وأن يتخذ من هذا الشهر العبر والمواعظ، فينبغي على الصائم أن يحافظ على صيامه وأن يكثر من ذكر الله تعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب، وأن يحرص على الصدقات، وأن يحرص على فعل الخيرات، وإن كان قادرا فعليه بالاعتكاف في الأيام الأخيرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وعليه أن يحرص على ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة ويكفيها فخرا أن الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فعليه أن يكثر من الدعاء، وعليه أن يكثر من الاستغفار، وعليه أن يعجل بالتوبة النصوح، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما شاء الله. جناب الشيخ الله يفتح عليك إن شاء الله فتوح العارفين، يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إن القلب ليصدأ كما يصدأ الحديد، قيل وما جلاؤه يا رسول الله؟ قال جلاؤه ذكر الله، والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن المعلوم أن الصائم قد انجلى قلبه وقد سمت روحه، كيف يمكن للمسلم أن يحافظ على القلب وعلى الروح بعد رمضان؟ هذا كلام جميل. ينبغي على المؤمن أن يحافظ على سلامة قلبه وعلى طهارة قلبه وعلى العناية بالروح، فإن العناية بالروح أمر عظيم رغب فيه الإسلام، وقلت لكم إن المضار على الروح، فينبغي على الإنسان أن يتخذ من الصيام الحكم والدروس، وأن يسعد بالصيام، وأن يحافظ على قلبه من الدنس ومن المعاصي، وأن يسعد روحه بذكر الله تعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. جزاك الله خير جناب الشيخ. من المعلوم أن القرآن الكريم هو نزل في رمضان، والمسلم يهرع في من أول ليلة في رمضان لتلاوة القرآن الكريم، لكن ترى المسلمون في كل مكان يتسابقون فيما بينهم، هذا يقول والله إني قد ختمت القرآن 5 مرات، ذاك يقول 10 مرات، فماذا توجه للذين يقرؤون القرآن من غير دراية أو حناية؟ الله، هو لا شك أن شهر رمضان هو شهر القرآن. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. نعم. صدق الله تعالى. أحب أن أقول إن شهر رمضان هو عيد ميلاد القرآن. نعم. فينبغي علينا أن نقرأ القرآن بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول ربنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فينبغي علينا أن نقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان، وأن نحل حلاله، وأن نحرم ما حرم القرآن، وأن نبتعد عن الغيبة والنميمة. ولذلك يقول القائل: تدلي بودي إن لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزا. الله. ينبغي علينا أن نبتعد عن النميمة والغيبة. ويقول آخر: إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا، وإن هم أذنوا من صالح دفنوا. وعلينا أن نجتنب الحسد، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ورحم الله ابن المقفع حين قال: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الله. فعلينا أن نعمل بالقرآن، وعلينا أن نعمل بتلاوته، وعلينا أن نجعل القرآن نورا لقلوبنا ونورا لأبصارنا ونورا لأرواحنا. نسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقى الله. آمين. جزاك الله خير جناب الشيخ. لم يبقى لدينا إلا دقيقة واحدة. العراق، الأمة الإسلامية العربية، وكذلك أمتنا هنا في مصر بحاجة إلى دعوات حضراتكم في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الكريم، فتختم الحلقة بالدعاء. اللهم تقبل منا الدعاء. آمين. وارفع عنا البلاء. آمين. نسألك اللهم يا ربنا أن تحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. آمين. وأن توفق أهلها للخير على الدوام. آمين. يا ربي سربنا في سرب النجابة، وارزقنا يا ربنا التوبة والإنابة. آمين. وافتح لنا يا ربنا باب القبول والإجابة. آمين. يا من إذا دعاه المضطر أجابه. الله. يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم احفظ جميع بلادنا وبلاد المسلمين. آمين. ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى، ونسألك اللهم يا ربنا أن تجعل السعادة بيننا. آمين. وأن توفقنا لصالح الأعمال، إنك على ما تشاء قدير، وأنت ولينا ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا المفضل، فتح الله تعالى عليك فتوح العارفين. سعدنا بك. الله يجزيك بالخير ونحن أسعد. أقول بقى كلمة أخيرة، شكرا لك تكلمنا. قل وأشكر. وأشكر. وأخيرا أتوجه بالشكر الجزيل إلى القناة الفضائية التي أتاحت لنا هذا اللقاء. نتوجه بالشكر إلى قناة صلاح الدين بمدينة تكريت، كما نتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور خميس ولزملائه وإخوانه وكل من يقوم بخدمة الإسلام والمسلمين. وشكرا لإصغائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على الله سيدنا يكرم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمد الله تعالى الله في عمرك، حفظك الله، ألبسك ثياب التقوى والنور والبركة والصحة والعافية، آمين، خدمة للدين وخدمة لهذه الشريعة المباركة. شكرا جزيلا مرة أخرى، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، لم يبقى لدينا إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.